بيت الهلاليين بلقب الدوري المرة الثانية على التوالي. في أمسية كانت قد جمعت الهلال بالفتح والفوز كان برباعية في نهاية الموسم الماضي، ثم بعد ذلك بدأ الزعماء الموسم في لندن. مرحبا بكم سيداتي وسادتي هنا عبر كيسي سبورتس التي تنتهي الموسم بنتائج ممتازة. جيسوس وحقق فوزا على أو أكثر من فوز على أندية كبيرة بما في ذلك فوز على نادي الهلال. جورجي جيسوس المدرب الهلالي يلعب هذا المساء بنفس التشكيل حمسي في حراسة المرمى. البريك على اليمين بوتية مع البليهي في وسط الدفاع، ياسر الشهراني في الجهات اليسرى، كانو إدواردو، أندي كاريو، عمر العودة في وسط الملعب، زينيوس، ناردو سانتوس، حسن جعفري، توفيق محمد، دانيلو أسبريا وروني فرنانديز قائمة المدرب غوستافو كوستا لنادي الفيحاء. كل التحايا لكم أينما كنتم مشاهدين عبر كيسي سبورتس، ونرجو للجميع مشاهدة ممتعة في هذه الليلة وهذه الكرة وهذه الفرصة في هذه الليلة وأمام جماهير عربية. يلعب هذه المباراة وهي الأولى له على مستوى الدوري، لكن سبق لعب مباراتين فاز فيها على مستوى البطولة العربية، وهذه الكرة العمورية ضاعت على عموري. يا لها من كرة، يا لها من لمسة، يا لها من بداية، يا لها من عرضية، يا له من ياسر شهراني. وين عموري على اعتاب المرمى؟ انت وضميرك يا عمر، ضاعت على غير العادة يا عمر. لكن هذه واحدة من الهجمات الهلالية المتوقعة تكون كبيرة وخطيرة على الهلال في حرمة 2-1، وعلى النصر في نفس الملعب 1-0، وعلى الاتحاد بذات النتيجة في جدة. كرة خطيرة وانفراد وكرة ضاعت. يا إلهي يا ناردو سانتوس، الفيحاء كان قريب من هدف أول. تمريرة بدن فيها تسلل، الحكم لم يشير إلى شيء، وبعد ذلك سانتوس أوروبي لنادي أوروبي كبير. كرة عرضية من ياسر الشهراني بالرأس، عدت خطيرة من جانب كاريو، مرت. هذه أخطر فردية الأخرى الآن في هذا الموسم بالذات، أصبح عندها خيرات. الله على كاريو، كانت خطيرة اللقطة الماضية. تتكلم عن نصر جديد في هذا الموسم على الأهلي. يا من الخيرات اللي عند الهلاليين في النواحي الهجومية. إدواردو يلعب كرة عرضية خطيرة، تمر وكرة، وكوميز بكرة عدت. ضاعت من جانب جوميز. الله على اللمسة يا جماعة، إدواردو، إدواردو يا جماعة، إدواردو من الشيء. ثم إدواردو بيني على سالم الدوسري، محاولة اختراق الدفاع، سالم عدى مر يلعبها بعيدة. كاريو، كاريو محاولة مرور، كاريو حافظ على كورته ومر. كاريو الجبهة اليمنى مرة ما بكثر باللاعب، لمسة باتجاه إدواردو بعيدة بعيدة وبتنافسية عالية وأشياء كثيرة. سالم لعموري طويلة استقبال، الله الله. ماذا كان عزكم الله في حذاء؟ ما الذي كان في حذاء عموري ليكون في وسط الملعب؟ شوف إدواردو، هذا كان تسديدة قوية وكرة إلهي، واحدة من كانو بوم. هذه الوضعية بهذا التعادل، بهذه الأصفار، بهذه النتيجة، ينتهي الشوط الأول سيداتي وسادتي. بين كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في الشوط الثاني من ملعب جامعة، على الأقل بتعادل، لأن النقطة في هذا المكان ستكون ثمينة. بينما كرة عرضية، لكن الدفاع تدخل من جانب بوتيو، تسديدة بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. محاولة من جانب حسن جعفري، تسديدة جاءت بعيدة وإلى ضربة مرمى. واحد من رجال من نجوم شوط المباراة الأول أليكس زيليوس، اللي لعب مباراة رائعة في بحث عن ثغرة، بحث عن فرصة، عن هدف، عن تقدم، عن كرة عموري يلعبها لكنها تب، والفريقين قادر على التسجيل. ربما يفكر بهذه الصورة، هذه عرضية أصبر يا بالراس، لكن يا
يطلب من اللاعب الخروج لتلقي العلاج خارج أرضية الملعب. هذه لمسة من جانب ياسر شهراني، محاولة هلالية، ياسر تبويه مر، ياسر يلعب كرة عرضية لكن الدفاع تدخل وعودة سالم بكرة كبيرة بعد ساعة من اللعب. توفيق يلعبها ابو حامد، هجمين ريباس وخريبين سالم، محاولة مرور تغطية وتدخل وخطأ يحتسب الحكم، وإنذار إنذار في هذه اللقطة، حالة طرد، نعم حالة طرد، إذا أدى إنذار الظهير الأيمن عمر العودة يحصل على بطاقة صفراء ثانية ويتم طرده في هذه الأثناء. هذا القرار الصعب من حكم المباراة في هذه الأثناء، مارتن ياك يشير إلى تدخل، إلى خطأ، إلى إنذار ثاني، ويطرد عمر العودة بعد ذلك من هذه المباراة بالإنذار الثاني بالبطاقة الحمراء، ليلعب الفيحة في الدقائق القادمة بعشرة لاعبين. الأمر سيكون صعبا للغاية بالتأكيد، الفيحة عليه أن يدافع في الدقائق القادمة وهو ناقص العدد. عمر العودة سنشاهد في الإعادة، سنشاهد في الإعادة التدخل كامل عمر أمام سالم الدوسري. إعاقة كانت موجودة، احتضن من الخلف وعاقب وبعد ذلك إنذار. سالم توقيت بالذات، كاريو على اليمين، مر كاريو، مر كاريو، عدى بكرة، تحضير المين، عموري المين، عموري بينية خطيرة، الرباس، ريبا 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 ريبا، سهلة لحارس المرمى، سهلة لحارس المرمى اللقطة الأخيرة. كل الهلاليين واقفين منتظرين ماذا بعد كل هذا الهجوم، هذه السيطرة والاندفاع. لمسة عموري لريباس، تأخر ماني فرنانديز، كان يبحث عن خطأ، جون يلعب كورة، يا إلهي الله يا روني، ضربة حريف يا فرنانديز، يا لها من لقطة الحبسي الحمسي في أول اختبار، يبهر بلقطة رائعة منتهى الإبهار، شوفها من فرنانديز قوية والحمسي شاهد. جماهير الهلال الفيحة الأساس صامد، لمسة وتمريرة، يبعدها الدفاع وبعد ذلك خطأ على سالم الدوسري، خطأ على سالم الدوسري، إنذار ثاني على سالم وطرد، طرد ثاني في هذه المباراة. نعم سالم عنده إنذار في الشوط الأول، يحصل على بطاقة صفراء ثانية ويخرج بالبطاقة الحمراء في هذا اللقاء، ثاني حالة طرد في المباراة. سالم الدوسري كان عنده إنذار في الشوط الأول وكان إنذار عادي، الآن يخرج بالبطاقة الحمراء بعد تدخله وحصوله على إنذار ثاني. تقريبا نفس الوضعية مع عمر العودة، نفس الوضعية مع عمر العودة، جمهور متوتر، جيسوس، هكذا سيكون مشوار الدوري، لن يكون صيدا سهلا الحصول على الكاس، لن يكون أمرا سهلا التتويج بالدوري، حتى لو كان عندك مين عندك من نجوم، يعتذر الجمهور ذكي سالم الدوسري، قدم اعتذار للجماهير اللي عندها ضغط كبير بعد هذه الليلة المعقدة. الدفع بشلهوب، عموري يلعب كرة للأمام خطيرة لكن الدفاع تدخل، والبريك داخل منطقة الجزاء، محاولة ومر، وبعد ذلك عدت الكرة إلى قرار، إلى ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء هلالية بعد تدخل على محمد البريك وبعد تردد في اتخاذ القرار. الحكم يشير إلى علامة الجزاء، وجيسوس يشير على من ينفذ ركلة الجزاء، والهلاليين ينتظرون نهاية لهذه المعاناة، لهذه الليلة الصعبة المعقدة بعد تدخل من توفيق بوحيمد أمام البريك، وتبويه كان بمهارة، إعاقة من جانب توفيق، كرة رائعة عادت من القائم، كانوا أمام الركلة، كانوا يلعبها، جول، هدف هلالي أول من علامة الجزاء، كانوا وأخيرا
يا هلال. بعد 76 دقيقة من التعب، من الركض، من الهجوم، من الفرص، من المحاولات، من الاستبسال الدفاعي للفيحة، من العقد الكبيرة في هذه المباراة، كأنه يسجل من علامة الجزاء هدف الهلال الأول. يتقدم الهلال، الزعيم يصل أخيرا للهدف بعد معاناة كبيرة جدا في هذه الليلة. 1 الهلال لا شيء الفيحة بعد مباراة صعبة جدا. جيسوس، انتهى هذا الكلام يا جماعة، انتهى هذا الكلام. اللي شاف معاناة النصر ضد الأحد أمس، معاناة الهلال ضد الفيحة اليوم، يتأكد من هذه الوضعية. ويوم البطاقات الحمراء، يوم البطاقات الحمراء، تدخلات، الإنذارات، صفراء وما أكثرها، حمراء المرة الثالثة في هذه الليلة صعبة على الفيحة. تدخل كان برعونة بصراحة، تشوف الحكم صارم في قراراته ويكون عندك هذا الاندفاع. صراحة تصرف كان برعونة بعض الشيء، لذلك نشاهد كأنه يحصل على إنذار. عبد الله يحصل على البطاقة الصفراء الثانية، ثم حال الطرد في هذه المباراة. أخوه سجل للهلال وهو حصل على إنذار. شوف اللقطة، تدخل كان على خريبين، فقد أعصابه ثم تهور في تدخل في لقطة المرمى. خريبي مع ناصر الدوسري، خطير على مرمى الفتح، كرة وفيحة تصل بعد ذلك لناصر. ياسر وعودة للوراء، كانوا بكرة قوية لكنها عالية، وفي الأخير لا، ضربة مرمى بعيدة وضربة مرمى. ما شفت جالس اليوم جيسوس أكثر شغفا من هؤلاء، أكثر شغفا من هؤلاء، إنه دائما ما بذل جهدا كبيرا في الشوط الأول. الشوط الأول تقريبا كان هو نتمة. ريباس سلامكم. ملعب ممتلئ اليوم، ننتظر وفي هذا الموسم ننتظر بأرقام كبيرة على مستوى معدل حضور الجماهيري في كل الملاعب، في كل الملاعب. لمسة باتجاه عمر خريبي، مشروع مرتدة، خريبي يلعبها في المساحة باتجاه ناصر الدوسري. هلال يسريان، ثلاثة على ثلاثة، ناصر على الجهة اليسرى، ناصر باتجاه خريبي، عمر يحاول مرور، عمر بتمويه، عمر بتنسيده، وكرة خطيرة من خريبي، خطيرة اللقطة الماضية من عمر، وبعد ذلك صدمت في الدفاع، تحولت إلى ركنية هلالية بعد تسديدة عمر خريبسوس. وترقب الجماهير، واصبر الرياض، لو كانوا يعلمون أن هذه هي التسديدة لما كانوا خائفين. نقاط ثمينة بعد مباراة عصيبة وصعبة جدا اليوم، صراع بين رويز وكريوم. في الأخير صافرة الحكم تنطلق لتنهي أحداث اللقاء. الصافرة لم تنهي اللقاء فقط، الصافرة أنهت معاناة جيسوس اللي كان يعاني كثيرا مع فريقه بالتأكيد بعد مباراة دراماتيكية. مباراة صعبة كانت على الهلال، رغم أنه في ملعبه الفيحة أدى أداء كبير جدا على مستوى الدفاع. وفي الأخير ينتهي أحداث اللقاء بهذه الصورة، بهذا الفوز الهلالي، هدف مقابل لا شيء من كنوب سجله من علامة الجزاء.